كيكة في 10 دقائق فقط. عشان نعملها عايزين 12 بسكوتة من البسكوت اللي انتوا هتختاروه، ممكن 15 واحدة مثلا كمان لو هتختاروا نوع مش متطبق كده، يعني نوع مش بسكوتين في بعض، هاتوا 20 بسكوتة مثلا او هاتوا الدبل احسن. يعني مثلا دي هناخد منهم 12 بسكوتة بس هما في الواقع 24 بسكوتة. فلو انتوا هتجيبوا اي نوع تاني انتوا بتحبوه، مثلا بسكوت اللي بالقرفة، هاتوا 24 بسكوتة. تمام، فاحنا النهاردة هنستعمل من ده 12 بسكوتة، وعايزين كوباية حليب ومعلقة صغيرة بيكنج باودر بس، هي دي الكيكة. على الوش بتقدروا تحطوا شوكولاتة الدهن لو تحبوا، تقدروا تحطوا زي ما احنا هنعمل 250 جرام شوكولاتة على علبة قشطة، وهنكسر من البسكوت اللي احنا مستخدمينه شوية. اوكي، بس خلاص خلصت كده الوصفة. هنعمل ايه؟ اخدنا البسكوت اللي عندنا وطحناه، بعد ما طحناهم هناخدهم نحطهم كده هنا، وهنحط عليهم البيكنج باودر ونقلبهم مع بعض، نقلب كويس قبل ما نحط الحليب كده. وهناخد كوباية الحليب اللي عندنا، هناخدها نحطها على البسكوت. دايما خلوا عندكم الأكواب المعيارية دي، لأن هي المعترف بيها عالميا في أي وصفة هتجيبوها من أي موقع أجنبي. هي دي الكيكة يا جماعة، خلاص خلصت، يعني خلصت أسهل كيكة في الحياة. هناخد دلوقتي القالب اللي عندنا، ما يكونش كبير لأن هي الكمية مش كبيرة زي ما انتوا شايفين، طبعا انتوا بتقدروا تضعفوا الكمية لو بتحبوا. هناخد الكيكة بتاعتنا، طبعا هي مش من الكيكات اللي بتبقى عالية أبدا، هي كيكة يعني بتبقى مثلا سمك أدخل من البسبوسة شوية، يعني مش حاجات مش كيكاية عالية أبدا. هناخد بقى الخليط بتاعنا وهنحطه كده هنا في القالب اللي عندنا، وهدخلها الفرن 10 دقايق، يعني ممكن 12 دقيقة بالكتير قوي فقط لا غير. اهي درجة الحرارة 180. دلوقتي طلعنا الكيكة بتاعتنا وهحط عليها شوية بسكوت زي ما اتفقنا كده فوق،